مشاهدينا ورجعنا لكم فقرتنا الثانيه في طعم البيوت بنتكلم فيها عن صحه المراه المصريه. الحقيقه ان في الفتره الاخيره كان في حملات توعيه بصحه المراه والكشف عن الامراض بشكل مبكر والكشف عن امراض الثدي، والحقيقه كان في اهتمام بشكل كبير جدا من خلال حمله 100 مليون صحه، وبالاخص ركزنا فيها على المراه المصريه. طبعا المراه المصريه كل ما هتبقى بصحه جيده كل ما الاسره كلها هتبقى بصحه جيده، هتقدر ان هي تكون سند لاسرتها، هتقدر ان هي تكون صحتها كويسه تهتم ببقيه افراد اسرتها. يسعدنا النهارده ان يكون معانا دكتوره واستاذه كريمه الشامي، وهي استاذه بجامعه المنصوره ومستشار مكافحه العدوى. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ومنورانا في طعم البيوت. حضرتك وبالساده المشاهدين وباسره البرنامج. الحقيقه لو هنتكلم في الفتره الاخيره ابتدينا ان احنا نشوف اهتمام بشكل خاص بصحه المراه المصريه، وطبعا الحمله كانت موجهه لجميع افراد الاسره، ولكن ابتدينا نشوف حمله 100 مليون صحه للمرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، للأمراض اللي ممكن تكون هي لسه مش عارفاها، يعني اهتمام كده بشكل خاص بصحتها. ده حضرتك بتشوفيه ازاي؟ شوفي حضرتك، احنا الرئيس ربنا يكرمه اول ما مسك الحكم كانت المنظومة الصحية فيها تحديات كتير جدا جدا، صحيح، ومسك وشاف، وكانت النظام الصحة عندنا وستيل مهلهل. وطبعا يعني لو قعدنا نتكلم في التحديات دي يعني لا حصر لها. المهم ان هو كان بيحاول ان هو يركز على ملف الصحة على أساس إن هو عاوز بيبني إنسان صحي كويس يبقى قادر على العمل. جميل. يقدر إن هو يشتغل سواء كان راجل أو ست. وقت ده أو برضو ستيل الناس كلها وفيه مشاكل صحية، فقال إن أنا أبني نظام يبقى يساعد على الناس كلها تبقى تحت مظلة التأمين الصحي. طب التأمين الصحي بيتطبق في مراحل معينة وفي محافظات معينة، طيب بقية المحافظات تعمل إيه؟ فكان لازم إن هو يعمل مبادرة صحية. المبادرات دي بتبقى بتساعد جنبا إلى جنب في التأمين الصحي. بدأ بالمبادرة بتاعت 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية. طبعا الأمراض يعني الغير سارية كبير جدا في الملف بتاع القضاء على فيروس سي يشهد العالم فكرة. يعني وديت كانت البيزس بتاعتنا ان احنا حطينا استاتيستيكال داتا وبيانات، وبقى عندنا رصيد معلومات نفعنا في كورونا والقضاء على الامراض الغير ساريه او متابعه ومعالجه الامراض الغير الساريه ديت، كان ليه باع كبير في فتره كورونا. لكن فهو الرئيس عمل ايه؟ ركز على الوقايه. كل اللي بيتعمل في المبادرات الصحية دي ما هو إلا الوقاية طبعا والعلاج والاكتشاف كمان المبكر لأي مرض. ما هو الوقاية الاكتشاف المبكر جزء صحيح. من الوقاية. منظمة الصحة العالمية قالت إن 40% من الأمراض أو المشاكل المصاحبة للأمراض يمكن الوقاية منها عن طريق الوقاية. 40%. جميل. يعني إحنا لو طبقنا الوقاية هو عمل كده، وخصوصا إن إحنا في المنظومة الصحية بتاعتنا ما كناش بنركز على الوقاية، كان كله اللي بيتعب اللي بيدخل على المستشفيات، وإيه كمان اللي بيتعب بقى خالص وبيقع خالص بيروح على المستشفيات. لكن عندناش أو في طريقنا للقضاء تماما على فيروس سي. وأخذنا شهادة الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية. عظيم. إن بتقول إن مصر أصبحت خالية من فيروس سي، وديت أعلى شهادة من منظمة الصحة العالمية، ومصر الدولة الوحيدة في العالم هي اللي حصلت عليها. فديت طبعا طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، إنجاز عظيم جدا طبعا لكل إنسان مصري. تعالي بقى نشوف بقى الحاجات اللي خاصة قوي بالست المصرية. عندنا مشكلة كبيرة قوي بتهدد السيدات المصريات اللي هي ايه؟ سرطان الثدي. سرطان الثدي حضرتك تعالي شوفي، احنا
احنا عندنا المعدلات بتاعتنا في مصر تقريبا زي بره، بس المشكلة عندنا ان احنا عندنا الستات بتروح في مراحل متأخرة جدا، فبيوصل لمرحلة خطيرة، فبالتالي بيصعب العلاج بتاعها، بيصعب الاحتفاظ بالثدي بتاعها، والمشاكل المصاحبة لكده ان هي بتاخد علاج كيماوي واشعاعي اللي بيدمر الست بقى، وده بيأثر على الأسرة بقى نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وكل حاجة. فزي ايه بقى المبادرة بتاعت القضاء على سرطان الثدي، ودي كانت احسن حاجة. شوفي حضرتك نجاح المنظومة دي، ان اولا خد فئات معينة، الفئة من 18 لحد 30 تقريبا او 28، دول تتعمل لهم اويرنس. يعني ايه اويرنس؟ توعية. وده اهم حاجة في الوقاية. صحيح. فالفئة دي خدها او خدوها واتعمل لهم توعية، يعني ايه سرطان الثدي، ايه العوامل الخطورة، الاعراض بتاع ايه اللي ممكن لو حصل حاجة تكتشف الكلام ده ازاي. طيب ولو اكتشفت حاجة بتروحي فين وبتعمل ايه؟ فالفئة دي اتعمل لها ايه كلينيكال اكزامينيشن، يعني الست بتدخل بالدكتورة بتشوفها، ولو هي شكة في حاجة بتقوم تحولها للتشخيص في حاجات اولية ثم متقدمة، لو في حاجة بتتحول للعلاج. ده كله ببلاش. بالإضافة زي ما حضرتك أشرتي إن في القوافل الطبية والعربيات بتاعت صحة المرأة أصلا اللي بتجوب في كل مكان، بالإضافة إن إحنا بقى عندنا وحدات الرعاية الصحية بقت مهيئة للكلام ده، ووحدات الصحية ما عادتش زي زمان، لا بقت الانفراستراكتشر بتاعها والشغل فيها كمان، الشغل فيها كمان بقى متاح كل حاجة. بقى النهارده وسائل التشخيص متاحه في كل مكان. زمان ما كانتش الست لو حصل لها مشكله وحست بيها طب هتروح فين، وخصوصا لو هي في الكرة او في الاماكن الحدوديه طب هتروح فين. فبالتالي لا كانت بتلاقي حاجه تروح تشخص، ولا لو لقيت حاجه هي غاليه ومكلفه طيب تقول لك لا ده انا بيتي اولى بالكلام ده. فبالتالي بتبقى بدل ما كانت في مرحله اولى ولا ثانيه، لا ده بتوصل للمرحله الرابعه. وعشان كده كان عندنا الكوارث جامده جدا جدا بتاعه سرطان الثدي. الاتاحه بتاعه وسائل التشخيص والعلاج، وان هو كمان يبقى لا ده احنا بنجيلك قدامك كمان وبنقولك ان الكلام ده ببلاش، بيبقى فيه توعيه وعلاج ببلاش ومتابعه ببلاش وكل حاجه، ما هنالك غير ان احنا بنقول للست متوفره الاقرب مكان روحي. بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا دكتور كريمه على الكلام الجميل. خلصنا الوقت مع حضرتك عدى بسرعه. واتكلمنا طبعا عن حمله الاهتمام بالصحه ومبادرات الاهتمام بصحه المراه المصريه. بكده تكون خلصت فقرتنا الثانيه، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل انا وزميلتي سماح في زينب تعمل بيت. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. الحقيقة النهاردة اتكلمنا في موضوعات كتيرة مختلفة أنا ودينا. النهاردة أنا اتكلمت عن أو احتفلنا أو شاركنا في الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون. الحقيقة التلفزيون من بداية الستينات كان ليه دور مهم جدا في حياة الأفراد، لأنه بيسهم في تشكيل الوعي المجتمعي وتشكيل أيضا الرأي العام. وبرغم ظهور العديد من وسائل الاتصال المختلفة شبكات التواصل بروافدها المختلفة، إلى أن التلفزيون بيحتل قيمة مهمة جدا في حياة كل الناس. الحقيقة ما تخيلش حياتي من غير تلفزيون، يعني ده حتى فكرة الأفكار اللي بيديها لنا هو اللي بيشكل وجدان زي ما أنت قلتي كده، وبيخلينا نشوف عالم تاني خالص ممكن نبقى احنا مش عارفين معلومات كتير ونعرفها برضو من خلاله، وبيفضل دايما هو ليه طابع خاص جدا. أهم كمان نقول الميزة فيه أن هو بيتسم بالموضوع
الموضوعية والمصداقية. يعني احنا بنشوف أخبار كتيرة جدا على السوشيال ميديا لكن بنشك في مدى مصداقيتها، لكن أي حد بيطلع على شاشة التلفزيون بيحط في المقام الأول الكلمة، لأن الكلمة هي الحقيقة مسؤولية احنا هنتحاسب عليها. أكيد، وفي كمان معايير يعني بتبقى تابعة طبعا لكل قناة، فما تقدريش ان انت تقولي حاجة من غير ما تراعي طبعا المعايير اللي بتكون موجودة. أكيد صحيح. صحيح. كمان النهاردة تكلمنا معاكو عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وتكلمنا عن الدعاية الانتخابية، وطبعا ازاي ان احنا المشاركة بتاعتنا بتفرق جدا وهتكون ليها ان شاء الله أثر إيجابي جدا بس احنا نشارك. كان معاكي النهاردة ايه تاني؟ في اتكلمت كمان النهاردة عن قضية نقدر نقول عليها من القضايا اللي كان مسكوت عنها، وهي قضية التحرش. قضية التحرش احنا كإعلام اتكلمنا عنها كتير جدا، لكن هي في الأساس لازم تيجي التوجيه والتوعية من الأم. الأم لازم توعي ولادها وتقول لهم إن جسمك ده شيء خاص بيك أنت، محدش يقرب منه. إحنا بنتمنى إن كل فقراتنا تكون محل اهتمامكم. شكرا ليك يا سماح. وشكرا ليكم مشاهدينا، كنا معاكم النهاردة على مدار ساعة ونص واتكلمنا في كل حاجة بتهم الأسرة المصرية. استنونا بكرة وفريق عمل جديد من زينب تعمل بيوت.